بالذات في أمم متخلفة مثلنا اليوم، عشان الله مما نحن فيه. أيها الإخوة، من الصعب أن يقول المرء خياراتي، آرائي. ليست لك، هذه ليست آراءك، هذه آراء أنت زوققت بها، زوققت بها، حقنت بها حقنا، فأنت تجترها وتكررها. إياك تفهمني، كما يكرر بعض الناس ترى أنه لا علاقة له مثلا بالفن ولا بالنقد الأدبي، ولم يقرأ حتى مقالة صحفية بهذا الباب، ويقول لك هذه اللوحة الفنية تعبيرية. أنا وجهة نظري مسكين، هو قرأ شيئا أو سمع شيئا يكرره. إيش وجهة نظرك؟ إيش عارفك أنت؟ يكرر نفس الشيء في الدين، في الاجتماع، في السياسة، يسمع لقاء في تلفزيون، يقرأ، يعود، كأنه هذا رأيه السياسي هو، يعني هو الآن قاعد يقيم الأوضاع السياسية. مسكين يا رجل.